الاغتسال، الغسل، كيف نغتسل؟ كما يلي في الغسل. الاغتسال له على صفتين. وفي الغسل يمد أكلي. صفة كاملة. أكلي كومبليت. مستحبة. كي ريكومندا. اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام. ساي غسل وفي محمد صلى الله عليه وسلم. أول شيء يغسل الفرجين القبل والدبر. Première chose qu'il fait là. Partie privée, devant et derrière. ثم ينوي بقلبه. Après, il met son intention dans les guerres. بسم الله. Il dit بسم الله. يغسل الكفين. Il lave son deux mains. يتمضمض. يستنشق يستنثر. Il fait les lourdes dans la bouche avec les nains tirées par une expliquée avant. يغسل الوجه. Il lave son figure. يغسل اليد اليمنى. Il lave son main droite. يغسل اليد اليسرى. Il fait pareil avec la main gauche. ويغسل الرأس يروي بالماء مع الأذنين. Il lave son tête, il fait les lourdes bien la dent avec son deux oreilles. ثم يغسل الشق الأيمن كاملا. Après il lave son côté droit en entier. ثم يغسل الشق الأيسر كاملا. Après il lave le côté gauche en entier. ثم يغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى. Après il lave son pied droit, après il lave son pied gauche. هذا أكمل اغتسال. عندنا اغتسال مجزئ مختصر سهل. يغسل الفرجين. ثم يغسل جميع البدن يرويه بالماء. مع المضمضة واستنشاق واستنثار. ولا بد أن ينوي قبل الاغتسال بقلبه أن هذا غسل. ويسمي. نعيد مرة أخرى. ينوي بقلبه. يسمي بسم الله. يغسل جميع البدن. مع الشعور. ويتمضمض ويستنشق ويستنثر. يخرج من هذا الاغتسال يصلي لا يحتاج يتوضأ.